الحق هذه المسألة كما قلنا هذا الحديث ما العلاقة به؟ أين العلاقة بينه وبين سورة الحاقة؟ لا علاقة. يعني هو البعض قال بأنه أورده في كتاب التفسير لبيان أن عبد الرحمن بن سعد اللي هو المذكور في الحديث السابق شرحناه أمس في الكلام على ما بين السماء والسماء أراد أن يعني كأنه موصول بالحديث السابق ليبين من عبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن سعد وهو الرازي أراد أن يبين لك من عبد الرحمن بن سعد عندما أتى بالحديث الذي فيه الكلام على السماء والسماء. عامة للحديث مسائل. هو قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء. عليكم السلام. ففيه دلالة على جواز لبس العمامة السوداء. في دلالة على جواز لبس العمامة السوداء. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وتعمم بعمامة سوداء بأبي هو وأمي عندما دخل مكة فاتحا. لما دخل مكة فاتحا تعمم بعمامة سوداء بأبي هو وأمي وطأطأ رأسه حتى ضربت لحيته عنقه ضربت لحيته في صدره بأبي وأمي ودخل متواضعا وأيضا خاطب الناس بعمامة سوداء. يفطر فالمسألة الأولى في الحديث هو أن العمامة السوداء يجوز لبسها. الأمر الثاني في قولي كسنيها رسول الله. في قولي كسنيها رسول الله ليس دليلا مستقلا على جواز لبسها. لما يقول كساني رسول الله عمامة سوداء احنا قلنا بجواز اللبس لكن هل في قولي كسنيها هو دليل مستقل يثبت بذلك جواز اللبس؟ الحق أنه ليس دليلا مستقلا. ما قال لك انه مكتوب يفطر بس كيف شيء غير دليل مستقل؟ لا ليس دليلا مستقلا في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقرار هو كسنيه اعطاه هديه لم يكن هذا اقرار على لم يكن هذا دليلا مستقلا او صريحا في اللبس. لما؟ لان علي بن ابي طالب كساه النبي صلى الله عليه وسلم حله سيراء حرير فلما لبسها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه قال علي فرآني رسول الله مغضبا رأيت فرآني رسول الله فعرفت الغضب في وجهه فسألته فقال ما كسوتكها لتلبسها اجعلها بين نسائك قال اجعلها بين نسائك وأيضا النبي أهدى لعمر بن الخطاب حلة سيراء من حرير وكان قد قال له بأبي وأمي يا رسول الله لو اشتريت كذا هي أعتقد هي لو اشتريت كذا يعني لتقابل بها الوفود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثياب من لا خلاق له فلما بعثها إليه بكى قال يا رسول الله تقول ما تقول وترسلها لي قال ما كسوتكها لتلبسها فهذه فيها دلالات خلاص انتهى ففيها دلالات واضحة على أنه ليس دليلا على أنه يعني ليس دليلا مستقلا على اللبس وإن كان إشارة قال ما كسوتكها لتلبسها فأعطاها عمر بن الخطاب هدية لأخ له مشرك بمكة
هذه المسألة الثانية. وكما قلت أن هذا حديث جاء تابعا للسابق حتى نقول بأنه لما وضعه الترمذي في التبويب في التفسير، مع أنه لا علاقة له بسورة الحق، وأراد أن يطمن قلبك بحديث السماء ما بين كل سماء وأخرى 73 سنة على ما شرحناه أمس، أن عبد العزيز الرازي هنا هو عبد العزيز، هذا عبد العزيز أراد أن يبينه حتى يكشف، لو كان فيه إبهام يكشف الإبهام. نعم. الفوائد المستنبطة أيضا، قبل الفوائد هناك مسألة، أنه يقول كسنيها رسول الله، كأنهم ينكرون عليه أن يلبس شو إنه كأنهم ينكرون عليه لبس السواد. إن شاء الله. بعن الله تعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في اللبس، الأصل في كل الثياب الحل، إلا ما دل الدليل على الحرمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان على الحرير والذهب، حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. لما أراد التحريم بيّن بالتشريع، وإن كان هنا التأصيل العام خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وجل في علاه. لكن لعلهم، لأنه كانت يعني السواد لبس زينة للمرأة أصالة، كان في هذا زين جدا تكييف. نعم، جبنا فيها تايبة وأنا كنت أغطي بسرعة لبس ساعة. إذن الجاهلية أديك الله صحيح كانوا يعتبرون السواد للمرأة زينة، فكأن الرجل لما نظر إليه حمل نظره إنكارا، فلما حمل نظره إنكارا قال له كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الفوائد المستنبطة، جواز لبس السواد سواء عمامة أو رداء، ورد أن السلام لبسه. نعم. إقرار النبي تشريع، تعظيم الناس للسنة، أراد أن يبرئ ساحته وقال كسنيها رسول الله، انتهى. تعظيم الناس للسنة أو تعظيم الصحابة والتابعين، تعظيم الصحابة والتابعين للسنة. منصور يقول هل يعد حديث أبي هريرة في دعوة أهل الصفة دليلا في مسألة الإذن المأذون له؟ لا يعد في ذلك، لا يصح. امرأة تزوجت من رجل بولي وعقد عرفي، ثم حدثت مشاكل فقطعت الورقة وتزوجت من أعوذ بالله على هذه، أعوذ بالله، متجرئة، هي بذلك متجرئة جدا، أعوذ بالله، هي ما زالت زوجة، أعوذ بالله. هذا فعل فحش هذا من المرأة. الرجل معذور الثاني لأنه لا يعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يعني نكاح شبهة بالنسبة للرجل، أو هو الرجل لا يعلم، لكن هذا نكاح باطل، لا حول ولا قوة. والحق أن البنت لو كان يعلم هذا زاني، والبنت لا تنسب لأحد، لأمها، لكن إن تزوجته وتزوجها بعقد فالبنت بنته، البنت بنته، والثانية أو يفرق بينهما وجوبا، والأخير تزوجها بعقد مأذون. قلت لك البنت ابنته، والزواج باطل، النكاح باطل، وهذه المرأة زوجة الرجل الأول. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، إلى الله المشتكي، الله إلى الله المشتكي.